هذه العمارة طبعا، وعبد الحليم شقتها في آخر دور. حبايبي أنا موجود حاليا طبعا في مصر في الزمالك، تحديدا قدام عمارة عبد الحليم حافظ. هذه طبعا شقتها، راح أدخل الحين داخل إن شاء الله. طبعا هذه باب الشقة، ومثل ما أنتم شايفين التعليقات وعشاق عبد الحليم. أنا جيت بكتب شيء صراحة بس مو محصل، يعني ممكن ما شاء الله. شوفوا لوين وصل، شوفوا لوين وصل وايد. الله يرحمه، هاي كلها عشاقه طبعا، هاي جزء بسيط من عشاقه. تعالوا خلونا نشوف هني من كاتب. انا شفت اسم غريب، عمرو دياب. شوفوا عمرو دياب. زين خلينا نطلع فوق شويه. تامر حسني. تامر حسني. شوفوا ايش كاتب تامر حسني. شوف من هي حماد حلال. شوف حماد حلال ايش كاتب. معي طبعا الفنان نور الشناوي، صديقي العزيز. حبيبي يا جميل. حبيبي سيد، وراح يختمني الحين، يطول بعمرك الغالي. منور بيكم. نور. بنروح الحين طبعا احنا الصاله، احنا بندش الغرفه نشوف غرفه عبد الحليم حافظ بعلامه راس اللي قاعدين تشوفونه هني. طبعا اغراضه كامل، كرسي وهذه عوده، كبت ماله، البيانو، عطوراته طبعا ولا مش دي الحاجات دي كلها بتاعته. حتى العطورات هذه كلها، حتى العطورات دي كلها. ماركتهم ايه علشان يمكن في منه يعني في ال يطلع الاسم 3 الفري هاك ما اعرفش. عشان اللي يحب عبد الحليم يعمل اوردر بالله. وهذه عطر ثاني زين، كلها غالبا من فرنسا. من فرنسا. انا معكم طبعا. المنظرة هذه معروفة وايد، اللي يعرف عبد الحليم هو يشوف المنظرة ذي في صوره. راح أخلي لكم صورة بعد. التلفزيون طبعا، الكبت مال الملابس هني، القرآن ماله طبعا، دي كل دي حق. كل أغراضه وتليفونه، وهذا تليفونه طبعا. الديكور كله كما هو. هذه طبعا سرير عبد الحليم. الملايات طبعا والدي طبعا زي ما هو، زي ما هو كل حاجه زي ما هي، بس طبعا اكيد اللحاف والحاجات دي اتغيرت شويه. طبعا تتغير. والتليفون موجود بس طبعا اكيد مش شغال عشان قديم. بس هو يعني اكيد اتصالات المهمه الفنانين كثيرين. حجرته طبعا يعني كأنه موجود، الله يرحمه، هو موجود بفنه. شعور. الله يرحمه. الله يرحمه يا سيدي. ساعدني كي أرحل أوصف لكم شعوري، وانتم عارفين حبي لعبد الحليم حافظ، اني اكون موجود في حجرته. وطبعا مشكورين طبعا أسرة عبد الحليم حافظ لاحتفاظهم واهتمامهم بهذا التراث، ما فرطوا في هذا التراث واهتموا فيه مثل ما هو كان. يعني عبد الحليم محظوظ بهذه الأسرة الطيبة، الأسرة المحترمة، الأسرة اللي بالفعل تمثل هذا الفنان الكبير، وتمثل أخلاق عبد الحليم حافظ في حياته. عبد الحليم حافظ، وعبد الحليم حافظ موجود، وانا طبعا انا ما عشت في زمن عبد الحليم، انما عبد الحليم هو اللي عاش في زمني. فسعيد جدا اني موجود. راح اصور لكم برا بعد، راح اراويكم اشياء ثانيه برا ان شاء الله. هذه الغرفه طبعا، الغرفه اللي كان عبد الحليم يجتمع فيها مع الفنانين ويحضرون طبعا لاي اغنيه لاي فن كان عندهم. طبعا هذه حجرته انزين، وعلى طول حجره الاتفاق مع الفنانين والامور الفنيه اللي كان يعملها واصدقائه. الحليم الرسم طبعا من اشهر الرسومات، النسخه الاصليه طبعا، هذه احنا نشوفها طبعا نسخه ثانيه. هني كانت السفره صح؟ السفره، لا السفره كانت هنا في السفره كانت داخل. بالضبط. هذه طبعا جزء من صاله عبد الحليم. جمال ايه جمال كامل. الصوره اللي شفناها الحين رسام اسمه جمال كامل. هذه طبعا الصالة،
بروفاتي كانت دائما في هذه الصالة. مثل ما انتم شايفين نفس الديكورات اللي انتم تشوفونها في التصوير بالضبط كما هو. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى وأنا ما عندي. يعني ابن لهذا المنزل انت زي اولادي. الله يطول عمرك. اهلا بيك في اي وقت. انا يعني اعتبر اسره عبد الحليم اسرتك. انا بالفعل اسره كمال الشناوي اسرتك. على راسي والله. احنا نفخر بانك انت يعني راجل من البحرين محترم وجميل وفنان وده ليه تقديره عندنا وان شاء الله كده يعني نشوفك انت ونور من احسن الفنانين. الله يطول عمرك ان شاء الله. اهل البحرين وشعب البحرين وشعب الخليج كلهم من عشاق عبد الحليم حافظ وبحب عبد الحليم حافظ. ودائما انا بقول يعني الحمد لله انكم انتم اسره عبد الحليم حافظ انكم حافظتوا على هذا التراث وكنتم يعني خير من يمثل عبد الحليم حافظ. والله احنا يعني مهما عملنا لعبد الحليم ما يعني مش هنقدر نوفيه. صحيح. حقه الحقيقي. صحيح. صحيح. يعني هو يعني يستاهل ويستحق اكثر من كده بكثير. بالفعل بالفعل. ودي مقدرتنا لكن ان شاء الله كده انتوا عملتوا اللي عليكم. هو العالم العربي بيحبه وهو فنان خالد هيفضل مستمر يعني نبراس لكل الفنانين المستقبل باذن الله. ويعني يعني فخر لعبد الحليم انه هو عنده هذه الاسره الطيبه صراحه. ربنا يخليك والله يوفقكم ان شاء الله. ربنا يوفقك حبيبي. ربنا يوفقك انت كمان زي ما كان عبد الحليم. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك حبيبي ويوفقك انت كمان وتبقى الاحسن يا جميل. من كبار فنانين العالم. الله يطول عمرك. شكرا لك. شكرا على راسك. الله يوفقك.